Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comment. I cannot answer it at this time. من أهم المراحل في حياة الإنسان هي مرحلة الطفولة. هذه المرحلة يكون عندها دور كبير في نشأة الإنسان وتكوينه وبناء شخصيته. وهذا البرعم الصغير يوما ما سوف يصبح إما شخصا صالحا يخدم المجتمع، وإما ثمرة فاسدة لا يتعدى كونه جرثومة تضر ولا تنفع. وهادشي اللي غادي نشوفه اليوم مع واحد من أشهر السفاحين في العالم، بالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما كان كيرتكب دوك الجرائم في الليل، ولهذا أطلق عليه لقب المتعقب الليلي، كما أنه كان يقوم بطقوس شيطانية قبل أن يقتل ضحيته. فإلا بغيتي تعرف القصة ديال ريتشارد راميريز فرق في المكان المناسب، فقط دير الكيت واستمتع. 29 فبراير 1969 هو النهار اللي تزاد فيه ريتشارد راميريز، وذلك في إلباسو في ولاية تكساس الأمريكية. ريتشارد كان هو الصغير في وسط 4 من خوته، فاش دار 12 عام ولا معاشر مع ولد عمه ميغل، ولكن ما كانش في نفس السن ديالو. ميغل كان جندي سابق في الحرب الأمريكية على الفيتنام، وكان كيعاود ليه على البطولات اللي دوز في الحرب وكيفاش كان كيقتل وكيغتصب النساء الفيتناميات بدون رحمة أو شفقة. ميغل ما كانش غير طالق سلوكية وصافي، بل أنه كان كيعاود على شنو دوز بالدليل، وكان كيوري ريتشارد دوك التصاور ديال النساء اللي دوز عليهم العذاب واغتصبهم وقتلهم. ميغل كان عنده بزاف ديال التصاور، بحال بغيتي تقول كان كيوثق دوك الأفعال الخبيثة اللي كان كيدير. ريتشارد تأثر بزاف بولد عمو ميغل، هادشي ما وقفش عند هاد الحد فقط، بل أنه كان كيعلمو يتعاطى المخدرات ويشرب الخمر حتى هو. وريتشارد مازال طفل صغير في عمره 12 سنة فقط، بقى معاشر مع ولد عمو حتى دار 13 عام. في أحد الأيام فاش كان معاه في الدار وقعت واحد الجريمة بشعة قدام عينيه. ميغل اللي هو ولد عم ريتشارد وقع ليه مشكل مع الزوجة ديالو، ربما كان سكران ولا محشش هو يجبد السلاح وتيره في مراتو. هاد الجريمة وقعت قدام الطفل ريتشارد. هاد الأمور كلها اللي دوز خلاته يكتسب عقلية إجرامية، ومراه بشوية بدا كيطبق داكشي اللي تعلم على أرض الواقع. أول حاجة دراه هي بدا كيقتحم المنازل. هاد العقلية خلاته يتخلى على المدرسة الثانوية وانتقل من تكساس إلى لوس أنجلوس، وتم استمر في اقتحام المنازل والقيام بأعمال السرقة، كما أنه كان مدمن شديد على المخدرات. ريتشارد ما كفاش هادشي وغادي ينضم حتى لعبادة الشيطان وبدا كيمارس الطقوس ديالهم حتى ولا واحد منهم، وبقى على هاد الحال حتى دار 17 عام. وكانت هذه هي أول مرة غادي يطيح في يد البوليس بسبب حيازات الماريخوانا. مورها غادي ينتقل عاوتاني لكاليفورنيا وتعاود نفس السيناريو عاوتاني مع البوليس، ولكن هاد المرة كان السبب هو سرقة أحد السيارات. 28 يونيو 1984 كان هو النهار اللي غادي يرتكب أول جريمة قتل في السجل الإجرامي ديالو، وقد كانت الضحية هي السيدة الأرملة جيني فينشو، وقد كانت في عمر 79 عاما. بعد أن اقتحم منزلها قام باغتصابها وقتلها، ولكنه لم يكتفي عند هذا الحد. عندما قتلها بعدة طعنات بالسكين قام بقطع حلقها، وكانت هذه هي الجريمة اللي فتحت له الباب لعدة جرائم فيما بعد. 17 مارس 1985 السيدة ماريا هيرنانديز كانت خارجة من الدار ديالها وهو يتعرض لها وهجم عليها، ولكن كتب لها تعيش داك النهار وقدرت تفلت منه بأعجوبة. ولكن ريتشارد داير في حاله بحال الكلب المسعور وخاصه ضروري يفترس ويشوف الدم، وهو يهجم على الصديقة ديال ماريا اللي كانت كتسكن معها في نفس الدار اللي هي السيدة دانيال أوكازاكي صاحبة 34 عاما، وقام بإنهاء حياتها. ريتشارد على ما كيظهر أن ضحية وحدة ما بقاتش كافية، نفس اللي لهجم على امرأة أخرى كانت في الطريق، الاسم ديالها هو سايليان وفي عمرها 30 سنة. ساي كانت في السيارة ديالها ويجي ريتشارد وجبدها من السيارة وتيرا فيها بحال داكشي ديال الجيتية. هاد جوج ضحايا اللي ماتوا في نفس الليلة غادي يخليو وسائل الإعلام تبدا في التحرك، الأخبار بدات كتنتشر مما أدى إلى إثارة الرعب والقلق وسط المجتمع الأمريكي. وسائل الإعلام قالوا أن القاتل عنده شعر طويل ومجعد وعينيه منفوخين وسنانه مخرقين ومتباعدين. من بعد 10 أيام فقط على الجريمة بالضبط في 27 مارس 1985، هاد المرة بدل شوية الصنف ديال النساء وغادي يقتل هاد المرة السيد فينسنت زازارا صاحب 64 عاما، ولكن ضروري ما يكون العنصر النسوي حاضر كيف العادة. من بعد ما صفها السيد زازارا غادي يقتل مراته ماكسين حتى هي، ولكن ما غاديش يقتلهم يمشي في حاله، بل أنه قام بنقش حرف التي فوق صدر السيدة ماكسين، وبعدها قام باقتلاع عينيها. هاد الوقت كانوا البوليس كيديروا التحقيقات ديالهم في عدة مقاطعات، ولكن لا جديد يذكر. ريتشارد واخد الحرية ديالو كيدير ما بغى. من بعد ما دازت شهرين باش قتل الكوبل زازارا غادي يعاود يهاجم واحد الراجل صيني هو ومراته،
ريتشارد راميريز قام بمهاجمة العجوز هارولد وو ثم قتله برصاصة في رأسه. مورها غادي يدوز لمراتو جين وو حتى هي، هادي ما قتلهاش، فقط ضربها ضرب مبرح ومورها اغتصبها، ولكن ما معروفش السبب علاش خلاها حية وما قتلهاش. كيف كيقولوا دوام الحال من الموحال. ريتشارد بلا ما يعيق بدا كيخلي موراه الآثار، وأيضا بعض الشهود كيقولوا أنهم تعرفوا على الصفات دياله. وسائل الإعلام كانت كتسميه المتعقب الليلي أو المطارد الليلي، لأن أغلب الجرائم كان كينفذها بالليل. هادوك اللي نجاو من ريتشارد مشاو عند الشرطة وعطاوهم المواصفات ديالو، ولكن وخا هكاك بقات سلسلة الجرائم ديال راميريز مستمرة والبوليس مازال ما قدروا يوصلوا ليه. ريتشاردز موتيف تو كيل، ذاتس ات، تو كيل، اتس سمبل اس ذات. وفي 29 ماي 1985 ريتشارد غادي يهاجم السيدة ميل فيال كيلر صاحبة 83 سنة، وأيضا هاجم أختها المعاقة بلانش وولف ذات 80 سنة، ولكن هاد المرة ما استعملش مسدس ولا سكين. هاد المرة بدل أداة الجريمة واللي كانت عبارة عن مطرقة. وفاش سال العملية وتأكد من موت الضحايا رسم عليهم النجمة الخماسية ديال عبادة الشيطان، وأيضا رسم نجمة أخرى في الحائط ديال بيت النعاس ديال العجائز. والنهار اللي موراه غادي يهاجم السيدة روث ويلسون صاحبة 41 سنة، وأيضا ابنها الصغير الذي لم يتعدى 12 عاما. فاش دخل راميريز للدار الطفل الصغير تخبى في الخزانة من شدة الخوف، ولكن السفاح ريتشارد ما كانش في قلبه لا رحمة ولا شفقة. نض خرج الطفل من الخزانة ودبحو وربطو مع الأم ديالو ومشى في حاله. استمر نفس السيناريو مع بزاف ديال الضحايا أخرين. ريتشارد قبل ما يصفيها لدوك الضحايا كان كيأمرهم يعلنوا الولاء ديالهم للشيطان ويوليو تابعين ليه. فهاد لحظات الشرطة والإعلام كانوا دايرين كتر من جهدهم باش يوصلوا السفاح اللي خربق الولايات المتحدة الأمريكية. البوليس كانوا كيديروا استجواب مع مئات الأشخاص اللي قالوا أنهم شافوه أو شافوا السيارة ديالو. وسائل الإعلام براسهم ما كانوش مقصرين من جهدهم، وكانوا كينشروا الصورة ديالو في كاع البلايص سواء في الجرائد أو التلفازة أو غيرهم. 21 غشت 1985 ريتشارد كان باغي يسرق جوج سيارات في لوس أنجلوس، ولكن هاد المحاولة كانت فاشلة. بعض الأشخاص شافوه فاش كان باغي يسرق السيارات، وهما يشدوه بقاو عليه بالعصا حتى ردوا ليه ظهرو رطب من كرشو. ما دوز والو، هما يجيو البوليس وشدوه. الأدلة كلها كانت ثابتة في حقه، بالإضافة للأقوال ديال بزاف تاع الشهود، وتما تم التأكيد على أن ريتشارد راميريز هو نفسه المتعقب الليلي. ولكن الغريب في الأمر أن المحاكمة دائما كانت كتأجل. وفي يناير 1986 أثناء محاكمته حدث أمر لن يخطر على بالك. قام ريتشارد راميريز باجتذاب مؤيدين له، وكلهم كانوا من عبادة الشياطين. أغلبية فيهم كانوا لابسين ملابس سوداء. ريتشارد براسو كان لابس حوايج كحلين، وكان كيوصف راسو بأنه شيطان أو من أتباع الشيطان، وكان كيدير إشارة بيدو اللي مرسومة فيها النجمة الخماسية ديال عبادة الشياطين. المحكمة حكمت عليه بالإعدام ولصقت ليه 43 تهمة بما فيها 13 جريمة قتل وخمسة ديال محاولات القتل، وأيضا 11 تهمة ديال الاغتصاب، زيد عليها 14 محاولة ديال السطو. 17 نوفمبر 1989 هو اليوم الذي حكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز السام. ريتشارد قال أنه ما ندم على حتى شي حاجة من داكشي اللي دار. خونا وخا تحكم عليه بالإعدام إلا أنه كاع ما تعدم، بل تم إرساله إلى سجن سان كوينتين المتواجد في كاليفورنيا، وبقى تما حتى مات بسبب المرض. فاش كان ريتشارد في السجن بالضبط سنة 1996، ريتشارد تزوج بواحد السيدة من لي فانز ديالو كانت سميتها دوروين لوي، اللي كان في عمرها 41 سنة، ولكن وخا هكاك بقى عايش في السجن وكاع ما خرج. I don't care about myself really. No, I don't care about what happens to me. I never did really. ريتشارد وخا تحكم بالإعدام إلا أنه دوز 24 سنة في السجن حتى توفى في 7 يونيو 2013، وكان في عمره داك الساعة 53 سنة. سبب الوفاة كان هو مرض السرطان تاع الغدد اللمفاوية. وهكا غادي تكون سالت القصة ديال واحد من أخطر القتلة المتسلسلين اللي دازوا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم. إلا وصلتي حتى لهاد البلاصة برافو عليك، ما عندي ما نتسالك. اللي وصل حتى لهنا يهبط للتعليق ويكتب ليناش من قصة تبغيو ندويو عليها. وهذا ما كان الأصدقاء، شوفكم في قصة جديدة. تهلاو ليا فراسكم، تشاو.